السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نرى هجمة شرسة في هذه الأيام على أهل الصلاح والدين، فهل هذا من المبشرات لانفراج هذه الأزمة والثبات على هذا الدين؟ بلا شك هذا شيء ما هو غريب، هذا جرى على من قبلنا، حتى الرسل ما سلموا من سخروا منهم وتكلموا فيهم، لكن علينا الصبر انتظار الفرج مع الإنكار حسب الاستطاعة، مع الإنكار حسب الاستطاعة والرد عليهم حسب الاستطاعة. نعم.